شلونكم اغاتي؟ اليوم حكايتنا على جسر من جسور بغداد القديمه، جسر العتيق، جسر الشهداء هسه اللي نسميه. هذا اقدم جسر ببغداد. كانت بغداد القديمه منين تمتد؟ من الجعافر للكريمات بالكرخ، ومن باب المعظم الباب الشرجي بالرصافه. هاي بغداد، الرصافه كان يحيطها سور، سور بغداد القديم اللي هسه الان شارع محمد القاسم. كان ببغداد على مدى قرون من العهد العباسي جسر واحد، وبنفس المكان هذا اللي الان عليه جسر الشهداء. كان جسر بغداد القديم جسر يعني مبني على خشب، على دوب ومكفيها وشاديهن بحبال، ولهذا كانت هوايه من الحوادث على هذا الجسر. مره قافله البيت هندي، هذول على وشيه بالكر، قافله حمله بالحبوب على بعران، وقعت بنص الجسر والبعران والحبوب راحت غرقت بالشط. يقولون هذا الجسر جسر عتيق كان بالعواصف القويه تنقطع حباله ويفلت الجسر ويمشي ويا المي ويلحقون الناس ويصيحون يا ناس يا ناس تعال رجعوا الجسر، ويرجعوه للجسر ويشدوه بزفه ومزيقه واحتفالات الى ايام مدحت باشا، هذا الوالي المصلح العثماني اللي منتصف القرن التاسع عشر. هذا يعني كان متاثر بالحضاره الاوروبيه، فقال لازم اسوي ببغداد فد نقله حضاريه وصناعيه كبيره، ولهذا سموه الوالي المصلح. هذا أسس مدرسة صناعية سموها مدرسة الصنائع، وبنى بصفها معمل مع الحديد سموه دمير خانة. الدمير يعني الحديد والخانة مكان الحديد، وهاي المدرسة والمعمل بنوا الجسر الجديد لبغداد بأيام مدحت باشا. جاء سووا الدواب حديد ومرصوف الجسر بخشب وعليه إبليتات وبزناجيل كبيرة وضخمة. حتى أتذكر أنا جاهل هاي الزناجيل كانت مذبوبة على الشط، بقى سنوات طويلة مذبوبة على الشط من جهة الكرخ. الجسر اللي سواه مدحت باشا ماكو حصل لها، بقى سنوات طويلة إلى أن يتكسر، صار خطر جدا على الناس. حتى عهد الوالي اللي صار ببغداد نانق باشا الصغير، هذا بسنة 1900 يعني بالسنة الأولى من القرن العشرين، قرر أن يبني جسر جديد بمكان جسر مدحت باشا، وبنى هذا الجسر جسر نانق باشا. هذا هم يعني كان جسر حلو وجميل ويشبه الجسور بإسطنبول، كان فيه بالكونات وكانت فيه غرف على الشط مثل القهاوي الناس تقعد فيها، وأيضا كانت الإعلام الدولة العثمانية علي هذا. وهذا الجسر جسر نانق باشا يعد من أهم الجسور بتاريخ الجسر العتيق اللي دا نحكي عنه. ويقولون أيضا نانق باشا لما بنى هذا الجسر ما خسر ولا فلس من فلوس الولاية، جمع الفلوس من التجار والصناعيين وأصحاب المحلات الكبيرة ببغداد، سوى تبرعات وبنى الجسر بيه. نانق باشا مع الأسف بيوم اللي افتتح الجسر وصل له خبر عزلة عن ولاية بغداد. حتى واحد من الشعراء اللي كانوا يضوجون من نانق باشا نظم بس قصيدة حتى شوية يعني شلون يسخر من نانق باشا، أرخ تاريخ عزلة وافتتاح الجسر بديت شعر. إيش قال بي؟ قد جاءكم خير فأل من مؤرخه بشرى فنامق بعد الجسر ينعزل. بعدين انكتبت عليه وقالوا نامق باشا ما عبر على الجسر وعبر بالقفة، لأن بيوم عزله كان يوم افتتاح الجسر اللي بناه. جسر نانق باشا بقى موجود إلى سقوط بغداد بيد الجيش الإنجليزي سنة 1917. بليلة السقوط يوم 11 آذار 1917 الجيش العثماني لما انسحب ببغداد سوى شيئين أهل بغداد خافوا وذكروها دائما. أول شيء فجر باب الطلسم اللي الباب اللي يم باب الشيخ، لأن كان مستودع عتاد وأسلحة ففجره، وبنفس الوقت حرق الجسر العتيق، وبقى الحريق إلى ثاني يوم وجو الجيش الإنجليزي وطفوا الحريق مع الجسر. اضطروا الإنجليز يبنون جسر جديد، جابوا جسر كانوا هم خلوه منطقة سلمان باك حتى من عبروا النهر، لأن سلمان باك صارت معركة كبيرة. لما انكسر الجيش العثماني من سلمان باك كان هذا أول حادث خلى الجيش البريطاني يقترب من بغداد ويدخلها بيوم 11 آذار. وأيضاً الإنجليز بنوا بالسنة الثانية سنة 1918 جسر جديد، جسر يعني مبني بطريقة حديثة ولو على دوب يعني على جنائب ومشدود شد محكم وتمر عليه سيارات حتى سيارات الحمل، سموه جسر مود. وهذا لحد الآن أهل بغداد يقولون جسر مود، يقصدون جسر الأحرار. يقولون الملك فيصل الأول مؤسس الدولة العراقية
كان لما يعبر على الجسر جسر العتيق يضرب ايد بايد ويقول ايش وقت تصير عندنا فلوس حتى نبني جسر جديد ببغداد، هاي عاصمه الدوله العراقيه الجديده، ما بيها جسر غير هذا الجسر وجسر مود. مثل ما قلت كان اكو جسرين لما بالعشرينيات، جسر العتيق وجسر مود. سنه 24 بنوا جسر الاعظميه اللي يربط بين الكاظميه والعظمية. أرادت الحكومة العراقية مرة تعد عدد اللي يعبرون الجسر، يعني يسوون إحصاء للعابر اللي عجل. بغداد قد كان ذاك الوقت؟ أقل من نصف مليون. سووا ضريبة على السيارات، المشات لا ما يأخذون منهم، بس السيارات والمركبات اللي تعبر على الجسر سووا عليها ضريبة. السيارة يأخذون منها عانة، والعانة أربع فلوس. الربل يعني العربانة هاي اللي جرها الخيول كان يأخذون منها نص عانة يعني فلسين، ويقولون كان المتعهد مال الجسر اللي يجمع الجبايات هو الله يرحمه سلمان الكندير، هذا اللي بعدين صار عنده قهوة الزهاوي. لما مات أمين مؤسس القهوة صار سلمان الكندير هو صاحب القهوة وبطل من متعهد ضريبة الجسر. جسر العتيق اللي انبنى على الدواب كان جسر خطر، بأيام الفيضان كانت العالم ما تعبر إلا قليل، يخافون ليروح الجسر يتحرك ويوقعون. وبأيام الصيهود لما المي يقل ينحسر المي كانت مقدمات الجسر ترتفع للأعلى وتصير يعني مثل مقبنة على طرفي الجسر، ولهذا كانوا الحماميل والحيوانات اللي تحمل البضائع كانت صعبة يصعدون من الجسر. أما هذا الجسر الموجود حالياً جسر الشهداء وهواي يسموه جسر العتيق أو الجسر الأول، هذا تأسس بوزارة ياسين الهاشمي سنة 1935. الوزارة قررت إنشاء جسرين ثابتين في بغداد، ولهذا اتفقوا مع شركة إنجليزية مشهورة بالإنشاءات ومنها إنشاء الجسور. حتى هاي الشركة وهي شركة هلوي أخوان الإنجليزية المشهورة هي اللي بنت كوبر القاهرة على نهر النيل بالقاهرة، هي اللي بنت هذا الجسر، ولهذا صار الاتفاق وياها، وكان مبلغ المقاولة 400,000 دينار. مبلغ المقاولة بناء جسرين ببغداد منهم هذا الجسر العتيق 400,000 دينار، يعني نصف راتب شرطي حالياً. صار الاتفاق مع شركة هلواي أخوان وخلوا دائرة الأشغال هي المشرفة على هذا العمل. بدأ العمل سنة 37. يقولون استعملوا بناء هذا الجسر جسر العتيق 250 طن فولاذ وكونكريت تقريباً 300 متر مكعب و700 قدم طول الجسر وعرضه 50 قدم، وكان بمواصفات فنية متقنة، وسلموه للحكومة العراقية بالوقت المحدد. بالسنة التالية سلموا الجسر الثاني، جسر يسموه جسر الملك فيصل اللي هو جسر الأحرار. قبل ما ينفتح الجسر سووا عملية فحص الجسر، فحص الجسر حتى يشوفوه خاف بخطورة بشيء. يقولون جابوا 18 سيارة لوري مشوها على الجسر، جابوا 6 حادلات، تدري كل حادلة ثقلها ذاك الثقل، مشوهن على الجسر. جابوا 1500 جندي يمشون مشي عسكري على الجسر، وكانت النتائج جيدة جدا، فتقرر فتح الجسر وانفتح يوم 15 تموز 1939. سنة 39 وهي السنة اللي توفى بها الملك غازي بحادث السيارة المعروف، أصبح الوصي الأمير عبد الله هو وصي على العرش، وهو اللي افتتح الجسر وسموه جسر الملك غازي. لكن أشو بعدين سموه جسر المأمون، ما أدري ليش يريدون يمحون اسم غازي، يريدون يعني عندهم سبب آخر، فسموه جسر المأمون. سنة 48 صارت وثبة قانون الثاني سنة 48، وصارت حادثة الجسر لما انضربوا المتظاهرين على الجسر وسقط منهم شهداء ومنهم جعفر أخو الشاعر الجواهري على الجسر انقتل، فبعدين سموه الناس وحتى الحكومة سمته جسر الشهداء. وبعدين زادت الجسور ببغداد. سنة 1950 انفتح جسر صرافية الحديدي، جسر اللي يمشي عليه القطار. وبالمشاريع الإعمار انفتح جسر الجمهورية وجسر الأئمة بين العظمية والكاظمية. وبعدين بغداد حالياً بيها أكثر من 13 جسر يربط الصوبين، صوب الكرخ وصوب الرصافة، يعني الجانب الشرقي والجانب الغربي. ولكن جسر الشهداء حالياً يحتاج إلى تصليح شامل. أنا كل جمعة أعبر على هذا الجسر وأجي البيت المدى بالمتنبي. الفواصل مال الجسور كلها طالعة، الأرصفة كلها مبوطة، التبليط كله مكسر. الجسر يحتاج
يعني إصلاح وترميم وتبديل هاي الإنارة. الإنارة ما حلوة، وإن شاء الله يتحقق هذا الأمل بأقرب فرصة. يا أبو لهنا، وخلصت حكايتنا فيما لا غاتي. ولا تنسونا بإعجاباتكم وتعليقاتكم، شاركونا.